أرسال عزام شهرين ضغط عزام مع كل الأمن، ونتكلم عن صلاحيات الشرطة في خارج الوظيفة، الأشياء اللي ممكن يشتغلها كأفراد شرطة وأمن في أو أفراد الشرطة. ممكن نشتغل على الهايوي أو الخط السريع على أساس حماية العمال أو طواقم العمل اللي بيشتغلوا على الشارع. ففي أي حالات ممكن، في حالات مثلا التوسعة أو أي أشياء ممكن يعملوا أعمال أشغال على الطريق، بيستأجروا وزارة المواصلات باستئجار خدمات الشرطة على أساس يحموا الخط ويحموا العمال. ففي هذه الأشغال ممكن إنه يكون يعني كل شرطي لازم يكون معه سيارته الخاصة، مثل ما احنا شايفين هذا البيك اب تراك هذا الموجود مكتوب عليه من الخلف بوليس، وكذلك عليه الأضواء، ومكتوب عليه أيضا إنه السيارة هاي مثلا دورية للمرور، لتنظيم المرور. فاللي بيصير إنه بيشتغلوا على الساعة، وأقل وقت بيشتغلوه اللي هو حوالي 12 ساعة كل دورة، كل وردية. ف 12 ساعة بياخذوا عليها تقريبا $45 على الساعة، ضرب 12 اخصم سعر البنزين والتكاليف السيارة والصيانة وكذا، والباقي بيكون والضرائب بعدين كله بيكون للأوفيسر. فالأشغال هاي موجودة 24 ساعة في بعض الشوارع حسب الحاجة أو حسب حجم الشارع أو الهايواي. فهذه الشغلة ممكن أي شرطي في الولاية يشتغلها، مش شرط يكون تابع للمنطقة اللي الأعمال أو الأشغال على الطريق تكون موجودة فيها، ممكن يكون من أي بلد. إذا كان محتاج الفلوس أو بده يشتغل ساعات زيادة إضافية ممكن يشتغل هذه الأشياء، وحلوة جدا لكن خطرة في نفس الوقت، لأنه في كثير من الناس، يعني كثير من زملائي أصيبوا بحوادث نتيجة اصطدام بعض السائقين السكارى بيهم من الخلف، فبيسبب هذا الشيء يعني خطر كثير. المخاطر الثانية اللي ممكن توقع أو تصير ضد عناصر الشرطة اللي هو إطلاق النار عليهم من قبل العصابات، وهذا الشيء وارد جدا للأسف. فكثير من زملائي أطلق عليهم النار خلال يكونوا في الوقت اللي يكونوا شغالين فيه على الشارع، ويكون بإصابات دورياتهم على برصاص. في سؤال ممكن واحد يسأله، هل للشرطي اللي موجود على الخط اللي بيشتغل صلاحيات إنه إذا بده يوقف سيارة مثلا أو إذا بده يلاحق سيارة؟ نعم له الحق، لكن إذا بيطلع من مكانه يمكن هذا الشيء يخلي فراغ في مكانه، فيمكن هذا الشيء يسبب أذى فيما بعد. يعني يجي واحد ما يشوف الخط مسكر، ما يشوف الشرطة، يمكن يدخل بالخط ويسبب حوادث سير، فما بننصح بهذا الشيء، لكن إنه وارد. ف مثل ما ذكرنا بيدفعوا حوالي 45 على الساعة أو حسب الحاجة، إذا كان الحاجة ملحة مثلا أو اتصلوا عليك مثلا في آخر لحظة ممكن يزيد المبلغ، و يعني بيدفعوا لك اعتقد مره بالاسبوع او مره بالاسبوعين حسب الشركه. على كل حال هذا هو الموضوع بالنسبه لموضوع اليوم. كثير من الناس سالوا عن اشغال الشرطه خارج الوظيفه وصلاحياتهم، هذا فيديو تابع للموضوع هذا، ان شاء الله يكون عجبكم. ابعدوا عن الاسلحه متناول الاطفال، ويا ريت اللي بيشتغلوا بالامن اذا هذا الشيء مسموح عندكم في البلد اللي انتم فيها يا ريت تتركوا لنا تعليق في الاسفل، واذا كان الموضوع عجبكم يعني يا ريت تتركوا لنا اعجاب. يعطيكم العافية، ابعدوا عن الأسلحة متناول الأطفال، ونشوفكم مع فيديو جديد. معكم الضابط عزام، قناة الشرطة والأمن.